انه انت مش معمول لك سحر، خلاص هذا اللي حكى شيخ، هذا دين، تمام. ففي خلال هاي الفترة حالة البنت بتزيد ما بتقل، يعني حالتها النفسية بتسوء، وبتيجي البنت بتزحلق عن درج او بتقع وما الى ذلك، بينكسر راسها انه يجي بتزحلق عن درج او يجي يقنعها انه انت مش معمول لك سحر، خلاص هذا اللي حكى شيخ، هذا دين، تمام. ففي خلال هاي الفترة حالة البنت بتزيد ما بتقل، يعني حالتها النفسية بتسوء، وبتيجي البنت بتزحلق عن درج أو بتقع وما إلى ذلك، بينكسر راسها وبينكسر عمودها الفقري. البنت ما زالت معتقدة إنه هذا سحر اللي بصير فيها، بتروح على المستشفى، بتنزل صور إلها على مواقع التواصل الاجتماعي، بتتحسبن فيها على الناس اللي ضروها. المستشفى بيمشي في إجراءاته، بشخص حالة البنت، بلاقي عندها إنه في فقرات في العمود الفقري زايحة، وكسر في الرأس، يعني في الجمجمة. بيقدموا الإجراء اللازم، العلاج المناسب يعني، وبيقنعوها. للأسف فترة صغيرة تتعرض البنت للجلطة وتوفت في البيت. مع التشريح بين إنه سبب الوفاة هو جلطة، وإنه كان عندها أعراض جلطة، وللأسف المستشفى أطلعها وهي عندها أعراض جلطة. يعني إحنا أنا بنحكي عن الموضوع، يعني أنا ربما يكون في خطأ طبي، أنا ما بدي أتهم المستشفى، ولكن يعني واضح إنه يعني البنت دخلت عندكم فيها كسر في الرأس، يعني كسرت منطقة الجمجمة، ومعروف إنه هاي الكسور دائما هنا يعني بدها عناية خاصة. يعني هذا دماغ ما بيننا وبين الناس اللي تدعي إنه هي تعرضت لعنف أسري، ما تردوا على حدا بأنه إسراء تعرضت لعنف أسري، والدها كان أكثر إنسان بحبها في الدنيا. يعني أنا صدقا من الناس اللي كنت أتمنى أنه كل الآباء يعاملوا أولادهم بناتهم زي ما بيعامل عمي أبو محمد بناته، حتى لدرجة أنه هو كان يطبخ لهم في إيده. يعني إحنا ما عمرنا التقينا في عزومة أو في أكل إلا كان أنه هو يطبخ. وسألته مرة إذا يعني إذا هو هذا إشي بالعادة أنه عمي هو اللي يطبخ، فحكوني انه الاكلات اللي بيحبوها خصوصا البنات عنده بحب هو يطبخ لهم اياها في ايده. فما انتم تردوا على اي حدا بيتكلم على انه البنت ماتت ضحية عنف اسري. ان شاء الله يعني راح يطلع تقرير من العيلة يعني بيوضح مجريات وفاتها، خصوصا قد لا يتطرقوا للموضوع اللي انا حكيت له سابقا اللي هو موضوع السحر وما الى ذلك. تعرفوا يعني هاي مواضيع بالعادة الناس ما بيحبوا فيها. أنا حكيت فيها حتى إني أوضح كل الأسباب، يعني قصة إنه لما البنت تنزل صورتها في المستشفى وهي تحكي حسبنا الله ونعم الوكيل، عشان تفهموا شو يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. هي إطلاقا ما بتتعلق في والدها ولا في عيلتها ولا في أهلها، بتتعلق في الناس اللي يعني كان عندها تفكير إنه هم سحروها وهم سبب حالتها هاي، وهو للأسف نتيجة تفكير خاطئ من مشايخنا حسبي الله فيهم. اسمحوا لي اليوم بدي أطلع من موضوع التكنولوجيا لأحكي في الناس اللي كمان ضحية لليوم شرف عيلة، قديش لازمك ضرب لحتى نهد حيلة، صوتك جوا الراس وطي هالصوت، منخاف منك خيطة بنجيب لك الموت، الجسد تحت الأرض الروح بعدها هون، اللوم مش علينا عمين نلقي اللوم، عمين نبكي اليوم روحها مش حتفنا، حياتها رح ناخدها منخاف من حتفنا، الجن هو احنا الجن مش داخلها، احنا كوم شياطين حتى الروح رح ناكلها، مين يا ترى سمع صياحة بالأزقة، احرق المستشفى يحترق من تبقى، من شعب هالعقيم يندفن من دحدى، صوت اي بنت ولك مين كان حدا، حزين لما يكون قاتلك من رحمك، ريته سخط الرب ينهش من لحمك، مين كان يتفرج كيف كان المشهد، يوما ما حتى التخت رح بيشهد، حتى التخت رح بيشهد. بنت ماتت ضارب بالتخلف، جريمة شرف لا رب ولا دين نادر، بهذا القرف اختلاف اسباب الموت، يعني انكم كذابين، سمعنا صوتكم ضارب بتبكي بتناجي لو بدك تدخل الدين، فالقاتل يقتل شو بدك تقول لما بين ايدين ربك تسأل الشيخ قال انها ممسوسة ففض ربها، افتح سورة الاسراء الاية 33 اقرأها، بنت عمها وسواس شيطان بشري، لا تقول لي ماتت متكسر بالعمود الفقري، ابوها اخوها زيهم زي بشار الاسد قاتلين، رجعونا زمن ابو لهب كنب ايام الجاهليه، قصه مش عاديه بالعاده، اهل الميت بيختاروا قصص اوديه، قاتل الاهل وبنتهم الضحيه، انتو غير محترف فيكم لا من قبل الاسلام ولا مسيحيه.